كنت من محبي الطبيعة تهوى التجول بين الأشجار الباسقات وتبحث عن الهدوء والسكينة وتأمل التمتع بالهواء النقي، فهذه عين دراهم تفتح ذراعيها إليك. هي أجمل المناطق بالبلاد التونسية، درة جبال خنير بغاباتها الكثيفة وخضرتها الدائمة. تكون هذه المناطق قبلة عشاق الطبيعة على مدار السنة للتمتع بثلوجها في الشتاء وهدوء غاباتها الساحرة في باقي الفصول. لذلك عمل بعض أبناء هذه المنطقة على استغلال مزاياها الطبيعية لاستقطاب مزيد من الزوار وإنشاء حركية اقتصادية بها. هذا رضا اعتبر أن أفق النجاح مفتوح إن توفرت الإرادة، وقد تمكن بعد سنوات من البطالة والتهميش من إنشاء مشروع خاص به يثمن منتوجات المنطقة ويفتح موارد رزق للمحيطين به. الحلم مربوط بالإرادة متاعك، كي تكون إرادتك قوية وتتحدى الظروف الكل متاع الظروف اللي تجيك الكل والعراقيل وتتحداهم وتحقق حلمك، هو انتصار لك انت وحتى انتصار لبرشا شباب فقدوا شوية الأمل في تونس وكل شيء، أما هو فما حلم تنجم يتحقق بكل سبل. أنا توا مانيش بنت المنطقة، وكي نشوفها هكايا نشوفها منطقة مزيانة برشا برشا، أنت معناتها عايش في وسطها تحس بنفس الإحساس نحس به أنا. احنا اولاد المنطقه نشوفوا الدنيا ذي ممكن اكثر منكم انتوما بعين اخرى، من خاطر احنا بحكم انت كل يوم في فرد بلاصه ديما تكتشف هكا حاجات ما يكتشفهمش الزائر يتمتع بالجمال صحيح، اما تغيب عليه برشا تفاصيل وتغيب عليه المعرفه نتاع المكان. يعني احنا اولاد المنطقه نشوفها جنه على وجه الارض، وان شاء الله نحاولوا الجنة ذي يوصلوا لها أكثر عباد باش يتمتعوا بها. كنا زرنا رضا قبل سنوات، كان حينها يصارع الصعوبات لإطلاق مشروعه ويحلم أن يراه مجسدا على أرض الواقع وهو مجرد فكرة على الورق. أنا خممنا في مشروع في السياحة البيئية يتمثل في استراحة باش نحاول نثمنوا المنتوجات متاع المنطقة ذي، اللي هي السائح كي يجي ما يحاول باش يلقاها ما يقومش في النزل ولا في، على خاطر تساعدنا برشا باش نستقروا ونخدموا معانا عباد ونساهموا بنسبة حتى قليلة في ظاهرة الهجرة لتونس مثلا، عائلات تمشي والنزوح. وصل للحلم نتاعك؟ الحمد لله كما تشوفوا حققنا برسك، عملنا البروجي بتضافر برشا جهود من جمعيات والكل، عملنا المشروع نتاعنا برسك توا نخدمه وعملنا حركة اقتصادية لهنا في المنطقة، وبرشا عباد اللي هي كانت منطقة مش معروفة برشا عباد ولا تعرف المنطقة ذي، خاصة منطقة جميلة برشا باش نوريكم برشا بلايس مزيانة وفيها برشا ثروات، وحاولنا فهمت ننفعوا جهتنا لهنا ونساء الريفيات لهنا يخدموا معنا في الزيوت والتقطير والكل، برسك ولت منها مشروع لي أنا ومشروع لهم هما يعرضوا منتوجاتهم ويتقربوا أكثر للحرفاء. ديما عندنا فيزيون أخرى للمنطقة وجمالها وكيفاش نحاول نوصلوا الزوار، نحاولوا ندخلهم يكتشفوا الجمال الصحيح متاع الطبيعة وكيفاش نحافظوا على الطبيعة وكيفاش نثمنوا المنتوجات وكيفاش هذه شنو تنجموا تفيدنا كناس كل ما بعضنا. يعني نحن ديما نظرتنا مختلفة على الزوار بحكم نحن متجاورين مع الطبيعة ونعيشوا في الطبيعة ونحاولوا ننموها.
انا عزيز بوكاري جيد تورستيك لهنا في عين دراهم. احنا اليوم متواجدين تحديدا في منطقه بني مطير، تحديدا في شلاله بني مطير. منطقتنا مزيانه برشا لهنا، يتوافد علينا عدد كبير من الزوار كل عطله وفي اخر الاسبوع. عندنا برشا بلايص مزيانين برشا نخدم عليهم في ديما. اي واحد يطلبني يقول لي عزيز اول حاجه نحب نمشي شلال بني مطير، خاطر لهنا تحس براحه نفسيه وصوت الماء والغابه والعصافر، بلاصه بالرسمي تستاهل معناتها انه الناس تزورها. انا جيت تورستيك لهنا في عين دراهم، توا عندي اكثر من 4 سنين نخدم على عين دراهم، وفي الصيف نخدم شويه زاد على تبرقه. عندي برشا سيركويات معناتها في الجبل، عندي نجم نزوروا برشا اماكن معناتها، ثم دي جروت، ثم صخره على 90 متر. انت ولد المنطقه ما تعرفها مليح هذوما الاماكن هذه. اي عندي اكثر من 22 سيركوي، كل واحده في بلاد معناتها، فهمتني؟ في المنطقه هذه، في منطقه عين دراهم، تكون انت شفتها من قبل وبعد تهز لهم الناس. بالطبيعه، ونحاولوا ديما معناتها انه بالتنسيق معناتها مع السلطات المعنيه، مع الحمايه المدنيه، مع الهلال الاحمر، اللي تصير لنا حوادث وكذا، واللي سيركوي ديما نحاولوا نختاروهم بدقه كبيره، خاطر ديما نحاولوا قريبه لها طريق، والا بيست تدخل لنا كهرباء ولا حاجه، حتى كي تصير اكسيدون ما تصيرش معناتها اشكاليه. انا حفصيه الاسود، مدير دار شباب سيدي عيش ولايه قفصه. جينا لهنا في اطار ملتقى مديري مؤسسات الشباب بولايه قفصه، قلنا دو باساج نتعدوا. كنا في عين سلطان مركز الاستياف والتخييم، غادي عملنا الملتقى نتاعنا، حبينا دو باساج واحنا مروحين لقفصه نتعدوا على بني مطير. الحقيقه معناها الطبيعه خلابه على الاخر و محلاها، معناها خضار وواحد حاجة نوفوتي معناها بالنسبة لنا، خاطر احنا غادي الكليما ديفيرون على الكليما في قفصة. ايه احنا معناها المناخ نتاعنا شايح شوية. من بين مهامنا هو سياحة الشباب، ونحن شفنا هالمناطق هذه وغيرها في إطار العمل نتاعنا، ونسعوا دائما ان معناتها نحلوا الافاق لشبابنا والاطارات لقبل شبابنا، باش يكونوا قاده وباش يكونوا دليل لشبابنا باش يشوف جمال بلادنا، لان بلادنا جميله برشا، وخاصه نحن من اقصى الجنوب الغربي معناها من ولايه قفصه، وانا بالذات من المنطقه المنجميه من ام العرايس، معناها لا مجال للمقارنه بين المنطقه نتاعنا والمنطقه هذه. منطقتنا مهمة برشا وفيها برشا حاجات باهية ولكن مختلفة، وهذه فيها حاجات انكرويابل الحقيقة. الماء وشلالات بني مطير تحببنا في تونس أكثر وأكثر، نحبوا شبابنا، يحب بلادنا، لأنه فيها الخيرات كلها، لأنه فيها السياحة، لأنه فيها الجمال، لأنه فيها الخضار، لأنه فيها الماء والشلالات. معناتها اللي يشوف لي فيديو معناتها على المنطقة هذه ما يتصورهاش إنها تونس، يتصورها نعرفش منطقة استوائية ولا منطقة أوروبية، ولا الحقيقة حلوة برشا بلادنا. احنا برنامجنا التكويني هو في عين سلطان، خذينا مديرين دور الشباب بولايه قفصه، حبينا بعد ما كملنا التكوين قلنا لما لا انه يكونوا مساهمين في عمليه التنميه في الجمهوريه التونسيه، وطبعا هذا في اطار اعرف بلادك، في اطار انه نقدموا المعلومه لمديري دور الشباب باش هما بيدهم فهمتني ينظموا رحلات للشباب، ويعرفوا انه الشباب يمكن انه يساهم من خلال الزيارات نتاعو والاطلاع على بلاده وعلى الاماكن الجميله، الاماكن السياحيه، ويمكن انه نفيدوا بلادنا من الجانب السياحي، وان شاء الله تونس غدوه خيره. من سوسه جينا باش نتفرهدوا شويه، صلي على النبي تشوف الطبيعة وما بلادنا باهية مزيانة. جيتوا لبني مطير بالذمة معناتها؟ جينا بالذمة، جينا باش نعديو ويكاند 3 أيام 4 أيام. شفناك على الصخرة غادي طلعت. والله عجبتني البلاصة، عندي المدام باش نبعثها لها و... الحشايش سميهم لنا ذوما. ايوا انتم سميهم لك. هذا الريحان هذا يستعملوه يغلوا به المعده،
وهذه العذارة متاعو، الغلة متاعو كيف كيف ياكلوها به المعدة، وهذا زيت القذوم يداوي برشا أمراض، معروف مشهور. تو انت الحاجات هذوما الكل تجيبها من الغابة؟ من الغابة نسترزقوهم من الغابة، هذا نخدمو في الدار، هذا نحوه من الغابة ونخدمو في الدار، تخدمو المرأة في الدار. وتجيب تبيعوا لهنا؟ ونجيب نبيعوا هاي كل يوم. انت لهنا مش كل يوم، مرات نجي مرات لا. مو تخدم تبيع على روحك؟ مو ثم يمات ما فيهمش حركه، معناها نجم تقولي انت مثلا، فهمت؟ ما فيهمش خدمه اللي هما الايامات، مثلا كي من نهار الاثنين نهار الجمعه الناس تمشي تصلي ما تجيش برشا، ويصير لايام اخرين نطل نجي. الايامات اللي فيهم برشا حركه السبت والاحد، العطل الراحه نتاع الناس، ما نجي يجيو برشا عباد، يجيو برشا عباد يشريوا من عندك. مش الكل يشريوا، ما ثم اللي يشريوا، مش كلها تشري. يحبوا الطبيعه يجوا يبدو فرحانين هنا، يحبوا الطبيعه، يحب يحوزوا، يحب يصوروا، من يهبطوا يصوروا. وانت بالنسبه ليك المنطقه نتاعك؟ بالطبيعة المنطقه نتاعي باش نحبها، ما انا باش نكره المنطقه نتاعي نحبها، باهي منطقه خاطر الطبيعه واحد وكل شيء. شنو فيها مثلا كان الماديات نتاعها شويه كاو انا ظروفها. تيم المشروع اني نخدم برشا على الطبيعه البر، ما نحبوش الزائر اللي يجي تحصر في ساله ولا حاجه، نخرجوا للطبيعه كيما تشوفوا يجي لهنا نجيبوا له فطور لهنا، نفرحوا به فرحه الشمال كيما تعرفوا، نكرموا الضيف، نفرحوا به نجيبوا له القعده العربي نتاعنا التراديسيونيل على الجلد، ونجيبوا له ماكلته حتى لهنا. وبالطبع نحاولوا ديما الزوار نتاعنا نوروهم اقصى ما يمكن من الجمال تاع البلايص اللي عاد. والاكل اللي تقدموه زاد اللي هو ما نتاعكم تاع اي الاكل نتاعنا اختصاص تاع الجهه نتاعنا، من التراث نتاعنا، من كيفاش جدودنا قبل كانوا يطيبوا، نجيبوا له البرماتين اللي طايبه فيها الماكله، نطيبوا على النار، يعني حاجات من نوستالجي اللي عدنا من صغرتنا ومن حضارتنا وكيفاش جدودنا كانوا يعيشوا قبل. وشنو هو معناتها الانطباعات نتاع الناس اللي يجيوك؟ حاجه يفرحوا بها برشا، على خاطر حاجه مش موجوده برشا، وهي فكره كفكرتي انا جات من موروث نتاع عائلاتنا قبل وجدودنا كيفاش كانوا يطيبوا، حبيت نوريها للزوار ونجحت الفكره ولو مطلوبه اكثر ما كنت نتوقع انا يعني. وتخدم معاك برشا ناس معاك؟ اكيد النساء الكبار، النساء الكبار نتاعنا يعني النساء هما اللي يطيبوا ماكله تراديسيونيل نتاعنا، وخاطر تعرف الماكله على تطيب على النار مش كيما تطيب العادي، يعني لازم انسان كومبيتون يكون باش ينجم يعمل السيرفيس هذاك. حلوة وباهية ياسر، أما ناقصة شوي لهوة في المشي، فيها فلوس كبيرة لهنا، لكن نحن واعدين بالماء باش يدخلونا نسكن هكا ياسر. تو فوق العشر سنين، آخر مرة قالوها وسعيد، جابوكم وصابوكم باش يعدوكم الماء، وين تو طفوا الضوء ومشي. كل مقاومات النجاح موجودين. تتوفر شوي الامكانيات وبقدره ربي العباد الكل تنجم تعمل دي بروجي وينجحوا، وعندي برشا اصدقاء ناجحين في مجالاتهم نفس الافكار كيف الايكوتوريزم، وخاصه نحس الزائر كي يجي يحس بمكانه الطبيعه، وحتى احنا نعطوه نصايح كيفاش يحافظ على الطبيعه، ما يطيش البلاستيك، ما يطيش اللحم، خاطر هي الطبيعه بحد ذاتها ثروة كبيرة لنا نحن كشباب نخدموا فيها، وثروة كبيرة لتيجي يتمتع به. قلت لنا
اللي انتم مجموعه من شباب المنطقه اللي عاملين هكا بعض المشاريع والمنتوجات نتاعكم تدخلوها مع بعضكم، معناتها تتعاونوا وتشريوا من بعضكم الكل ودخلتوها معناتها في النظام نتاعكم في مشاريعكم. احكي لي شكون مثلا وشنو هي منتوجاتهم وكيفاش عملتوا؟ نحكوا على برشا، مثلا صديقه لي تعمل غلال للغابات الاستوائيه، حاجات مش موجوده في تونس ونستعملها معنا في المطبخ نتاعي، نعم بام اطباق وكل شيء. برشا زاد الاقامات الريفيه نتعاملوا مع بعضنا، يعني فما يعني نحن كمجموعه نعملوا دي جروب على الفيسبوك وكل شيء ونتواصلوا كيفاش نجموا نحسنوا، كيفاش نجيبوا افكار جديده، كيفاش نخدموا جهتنا بك المنظور اللي عندنا نحن، كيفاش نحسنوا في الخدمات، كيفاش نجموا نستقطبوا اكثر عباد، وعلاش لا ممكن نخموا حتى في المستقبل نستقطبوا شباب كيفنا باش نعاونوهم ونوروهم كيفاش باش يعملوا دي بروجي ويحلوا برشا مواطن شغل في البلاد لهنا. معناتها انتم تعطيوا في طاقات ايجابيه للشباب نتاع المنطقه انه راهو في بلادك تنجم تعمل حاجات وتنجح. اكيد جدا يلزمنا نعدوا الميساج الباهي، ما نعدوش حاجه خايبه، نعدوا الميساج باهي باش الشباب ينجم ينتج وينجم يستمر لهنا في البلاد وما غير ما يوصل يعمل نزوح ولا يحاول يكور روحه بالامكانيات الموجوده. وعلاش لا، خاطر المعروفه يدين واحده ما تصفقش، يقول لك يلزم كي نتلموا في مجموعه وتكبر احلامنا اكبر من انه تكون حلم صغير ونخدم عليه. مع بعضنا نجموا نطلعوا ونجموا نعملوا حتى اكثر مشاريع، اكثر موارد لهنا، نجموا نخلقوا مواطن شغل اكثر. ديما الخدمه في مجموعه اكثر من انها تكون فرديه، يعني لحاجه فرديه. تتميز عين دراهم بمناخها الرطب، حيث تسجل بها أعلى نسبة تساقطات على المستوى الوطني، تجعل غاباتها دائمة الإخضرار وتستقطب محبيها في الفصول الأربعة يقصدونها بحثاً عن السكينة وهرباً من ضجيج المدينة. في ثلاثينيات القرن الماضي اختارها شاعر تونس أبو القاسم الشابي ليقضي بها فترات نقاها يسكن بها آلام قلبه العليل. احنا تو موجودين في صخرة أبو القاسم الشابي، واحدة من الأماكن معناتها اللي الناس تحب تزورهم في عين دراهم. وين كتاب قصيدة من أغاني الرعاة متاعو، قصيدة من أغاني الرعاة موجود فيها شعر ومن لم يرم صعود الجبال عاش أبد الدهر بين الحفار، قصيدة جميلة جدا. الناس تحب معناتها تجي لهنا ديما يقولوا لي هزنا معناتها لصخرة أبو القاسم الشابي ونعدى فترة النقاهة متاعو. كثافة الغابات والمنازل المتناثرة على الجبال تجذب محبي الطبيعة وهواة رياضة المشي للتجول بين ثناياها والاستمتاع بنسمات مرتفعاتها، لذلك اختار عزيز بعض المسالك الغابية المتفردة ليفاجئ بها الزائرين ويخلدون بها رحلتهم إلى جبال عين دراهم. احنا تو متواجدين في ثاني أعلى جبل في عين دراهم، فجلة طلالة، ذا العلو نتاعو 850 متر على سطح البحر، بلاصة مزيانة برشا كما تشوفوا معنا توا من هنا مدينة تبرقة، ونشوفوا زادة جزيرة جالطة تظهر لنا من هنا، وزادة عادنا من هنا منطقة العيون الجزائرية كما تلاحظوا هذيك الديار غادي في الجزائر، ومن هنا زادة عادنا حمام بورقيبة، بلاصة مزيانة برشا كما تلاحظوا معناتها هواء نظيف وبلاصة محلاها. هذه جيها باستمرار، جيب لها الناس باستمرار. ديما نجيب لها الناس لهنا، في نعملوها زياره لهنا، نجموا نعملوا فيها فطور لهنا في الغابه، وان شاء الله هذه في البرنامج باش يعملوا فيها تليفيريك من هنا لتبرقه حصيل، وبلاصه مزيانه برشا. انت كيفاش عرفت هالبلاصه هذه؟ اكتشفتها وحدي. كيفاش؟ ديما نسمع صخره ابو القاسم الشابي، صخره ابو القاسم الشابي وانا صغير. سألت شكون لهنا، جيت للصخرة، بعد قلت علاش ما ندخلش للغابة، علاش نبقى كان في الصخرة. دخلت من هنا اكتشفت ثم برشا بلايص، عندنا الدار العالية لهنا زاد بنية مهجورة بنيتها فرنسا قبل، عملت سيركوي سميتها لورو فيش دو بويت، سيركوي عالمية زاد مزيانة برشا. ضعت مرات انت في الغابة؟ بطبيعة،
كنضيعوا نطلعوا فوق شجرة كاية باش نشوفوا عن بعد كاية مدينة ولا حاجة باش نحاولوا معناتها نخرجوا أحد يخرج من الجبل. ساعات ندخل نلقوا غابة مسكرة معناتها بالكداب مسكرة ما نجمش نخرج. متعود تجي وحدك ولا يجي معك شكون؟ والله احنا من صغرتنا نخرجوا في الجبل نعمل نلموا شوية دي شامبينيون معناتها في العطل في, 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 في القراية نمشوا نلموا شوية شامبينيون فما برشا أنواع جيرول ترومبيت لاكتير فما برشا أنواع هذوما نبيعوا فيهم. كل مرة نمشي لازمنا نمشي للجبل باش نلقوا شامبينيون معناتها فهمتني خاطر مش في نفس البلاصة ديما ينبت. هكاك اكتشفنا البلايص الكل. كنت تجي انت ومجموعة معاك؟ اي انا والتلامذة معناتها اللي معايا احنا توا معناتها ابتداء معناتها من السنة الثالثة رابعة خامسة نبدو معناتها ندخل للجبل ابتدائي. اي ندبروا 50-60 ألف في كل عطلة نصرفوا منها معناتها ناخذوا بها حاجات فهمتني. انت تو المعدات اللي عندك شنو هما الحاجات هكا اللي لابسهم وكل ديما تلبسهم في كل خرجه مع الناس؟ هذوما شويه من برشا بحكم احنا تو مع الناس معناتها الميزانيه باش ناخذوا برشا معدات ثم برشا ماتريال موجود دوا يبيعوا فيه. هذه حاجات بسيطه معناتها هذه العصا مثلا نمشوا بها في الغابه باش ما نطيحوش. عندنا معناتها الدبش امبيرميابل على المطر وكل شيء. عندنا الساك ديما فيه بوات فارماسي فيه معناتها كل شيء فهمتني. وتو الناس اللي يجيوا معاك باش يعملوا سيركوي هذا متاع الغابة معناتها قبل ما يجيوا شنو تنصحهم؟ ثم لبسة معينة ثم حاجات يلزم يجيبوها معاهم؟ نسألهم أول حاجة على العمر متاعهم خاطر باش نختار لهم سيركوي على حسب العمر متاعهم. ثم شكون معاهم مريض وإلا لا خاطر ساعات تنجم يطلع لك واحد صعد هو مريض بالقلب مثلا. نحاولوا ديما نقرا حسابنا في كل شيء معاهم صغار كذا فهمتني. نوصوهم مثلا نقول لهم راه غدوه باش تصب المطر البسوا كباب تجيبوا كذا معاكم جيبوا تبديله زايده باش كي تتبلوا تبدلوا فهمتني جيبوا ماكله معاكم كل شيء. اما احنا ديما نحاولوا انه نشجعوا باش ياخذوا معناتها من المدينه باش معناتها كيما نقولوا احنا نخدموا للناس نخدموا للبلاد لهنا نحركوا شويه الميزانيه وكل شيء معناتها الناس باش تخدم على روحها. هي تخدم مع اجانب ولا لا؟ اي توا خدموا معايا الاخر جماعه هذوما من السعوديه خرجوا معايا من امريكا من فرنسا من برشا دول معناتها. وشنو رايهم معناتها كيف زاروا عند راهم؟ فما معناتها مثلا صديقي هذايا من السعوديه نوجه له تحيه خرج معايا معناتها بالرسمي ما حبش يروح جاء على النهار يضرب 4 أيام في عند راهم. شيخ قال لي عزيز بالرسمي ما شاء الله جنه لهنا. أساس معناتها باش تدخل مثلا نص ساعة تلقى روحك معادي عادي جدا حتى 6 سوايع ما تشلقش بالوقت تبدأ في عالم آخر. راحة للذهن. راحة للذهن كما نقول أنا عين دراهم يمثيل الجنة اللي الروح فيها ما يتمنى. الناس اللي تجيك لهنا وتزورك وتوريهم معناتها المناطق الجميلة في المنطقة معناتها في المنطقة متاعك قاعدين يرجعوا؟ الحمد لله ربي اللي يجي يعني ديما يرجع وبالعكس يزيد يجيب معاه عباد أخرين ويحكي لهم بالباهي على المنطقه اللي كانوا شافوا برشا حاجات ما كانوش يتوقعوها. يعني فما بوادر ديما تحي فينا نحن امل ان البلاصه هذه تنجم تكون خير برشا من اللي هي في تو. تخليد موروثهم الثقافي بمنتوجات خشبية وأعمال فنية جميلة مستمدة من عاداتهم وتقاليدهم ومحيطهم الجبلي تبقى ذكرى للزائرين وتحفزهم للعودة مجددا للتمتع بخضرتها وهدوئها.